أدنى محطة مهمة في دبي العام الجاي يسعي. بحلول عام 2020 تكون دبي تحولت في كل المجالات إلى مدينة صديقة لأصحاب الهمم، وهذا هدف مبادرة مجتمعي مكان للجميع التي أطلقها عام 2013 سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المكتب التنفيذي. أكيد تلاحظ أنهم في كل أنحاء دبي جميع يساهمون لتحقيق الهدف النبي، وأن في هيئة الصحة في دبي نبذل أقصى جهودنا في خدمة أصحاب الهمم. والعام اللي طاف 2614 منهم كانوا مسجلين في مراكز الرعاية والتأهيل في دبي. في المقابل مراكز الرعاية الأولية في هيئة الصحة بدبي تقدم مجموعات من الخدمات ضمن برنامج الكشف المبكر عن الإعاقة. هذه الخدمات وايد مهمة وتساعد في عدم تفاقم بعض الحالات الإعاقة أو الإسراع في العلاج وإعادة التأهيل وبعد دعم الأسرة وإرشاد. في المقابل خدمات العلاج المبكر تتم على يد فريق متعدد الاختصاصات مثل أطباء الأطفال والأسرة والطب النفسي والسلوكي والمعالجين وغيرهم وايد، والهدف أن يكون لكل إنسان دورة ومكانة في المجتمع. عساكم دوم صحة وسعادة.